النهارده عن حاجه كلنا لمسناها وحسيناها، واحنا ما بنتكلمش دلوقتي عن مشروعات لسه كمان كام سنه هنشوفها، احنا من دلوقتي شايفين انجازات على ارض الواقع. اخترنا النهارده حاجه نبتدي بيها، وهو الحقيقه الانجاز اللي تم تحقيقه في مشروعات النقل. يوم ورا يوم بنتاكد ان مصر الحمد لله رب العالمين قدرت تصنع، يعني هنقول ثوره حقيقيه وطفره كبيره جدا في عالم النقل والمواصلات الحديثه. مفيش شك ان وسائل النقل عموما بتمثل شريان حياه جديده للدوله المصريه، ولسه وزاره النقل الحقيقه بقياده المهندس الوزير كامل الوزير بتقدم اداء، يعني مش هبالغ لو قلت ان هو مبهر في تنفيذ المشروعات، سواء بقى بتكلم على الدقه، سرعه الانجاز، الالتزام بالجداول الزمنيه، وممكن يكون كمان اسرع من الجداول الزمنيه المتحدده. استكمالا للجهد الكبير للهيئة القومية للأنفاق بتستعد لإنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة لحد الكيت كات. ده بطول 4 كيلومتر وبدء الاختبارات والتجارب والتشغيل التجريبي بدون ركاب خلال أيام وقبل نهاية شهر مايو الجاري. أعمال الاختبارات والتجارب والتشغيل بدون ركاب هتستمر لمدة شهرين، وبعدها إن شاء الله هيبدأ التشغيل الفعلي أمام الجمهور، بنتكلم على إن شاء الله نص شهر يوليو المقبل. طيب الصور اللي معانا دي خلينا أقول لحضراتكم إن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث المترو بيشمل إضافة 4 محطات نفقية جديدة للخدمة بالخط الثالث، وهي ناصر ومسبيرو والزمالك والكيت كات. كمان الجزء ده هيربط مع الخط الأول لمترو الأنفاق من خلال محطة ناصر اللي بتمر أسفل الخط الأول. كمان معلومة لحضراتكم، محطة ماسبيرو أعلاها مول تجاري لخدمة الأهالي ومنطقة ماسبيرو اللي طبعا دلوقتي جاري تطويرها وبتشهد طفرة كبيرة جدا. فلو هنقول وإحنا شايفين الصور دي وبقول لحضراتكم المعلومات المهمة دي، خلينا نقول إن فعلا كلنا فخورين بالمجهود اللي بيتم على أرض الواقع، لأنه عمل عظيم جدا، والأجمل إن هو بيتم في وقت قياسي. عشان كده كل الشكر والتقدير لكل عامل وفرد ومهندس مصري بيأدي دوره لإنجاز هذا الصرح العملاق اللي الحقيقي حقيقة كلنا هنستفيد منه. وأجمل حاجة إن أنت تشوف الإنجاز على أرض الواقع، أنت مش بتتكلم على مجرد كلام كده مرسل، أنت بتشوف، ويمكن الكلام اللي احنا بنوصفه لحضراتكم ده هو جزء قليل جدا من المجهود اللي موجود على أرض الواقع. عندك حق يا هند طبعا. وعارفة كمان الحاجة المبهجة والمفرحة في الموضوع، إن يعني المشروعات دي بتتم بأيدي مصرية. مصر. يعني المشروعات القومية الضخمة اللي بتتم على أرض مصر بتتم بأيدي مصرية وعقول مصرية. الحقيقة احنا عندنا الطاقات والعقول والإمكانيات اللي تقدر إن هي تنجز وتبهر الحقيقة العالم باللي بتقدمه. كمان بالنسبة لمشروع الخط الثالث للمترو، فده طبعا محطات المشروع منفذة بأحدث المواصفات ومكيفة وفيها مصاعد وسلالم كهربائية حتى مستوى سطح الشارع، ده هيكون للتيسير على الجمهور الركاب. يعني بشكل لا يقل أبدا مثيلتها في أوروبا وأمريكا بأحدث القطارات. برضو الخط الثالث فيه جزء تاني ممتد من محطة الكتكات حتى المحطة التبادلية عند محور رود الفرج، وتكون بطول 6.6 كيلو متر، ومخطط إنهاء تنفيذه هيكون إن شاء الله نهاية 2022. وجزء ثالث بقى ينطلق من الكتكات حتى جامعة القاهرة، ومخطط إنهاء تنفيذه في إبريل 2023، حيث بقى تربط هذه المرحلة من الخط الأول للمترو في محطة ماسبيرو، ومع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة، وأيضا مع الخط الرابع في محطة رود الفرج. كمان الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع شركة هيونداي روتيوم الكورية الجنوبية لتوريد 32 قطار مكيف، ده لصالح الخط الثالث. الصفقة دي شاملة عقد صيانة للقطارات ده لمدة 8 سنوات، بالإضافة لتجميع 10 قطارات من إجمالي 32 قطار في مصر، ده من خلال الدعم الفني للشركة الكورية وتدعمها للتصنيع المحلي في مصر. يعني خلينا نقول كده، يعني تحيا مصر دايما بجهود أبنائها المخلصين. يعني دايما كده
بيشرفونا وبيعملوا مجهود يعني كلنا بنبقى فخورين بيه الحقيقه. مظبوط يا نهاد، الباقي بقى علينا احنا الحقيقه، لان يعني قد المجهود اللي بيتم بذله في كل المشروعات القوميه مهم بقى ان احنا نحس ان ده ملكنا كلنا، فنحافظ عليه، نحافظ عليه للاسف زي ما هو بتبقى معموله حلوه جدا. وبعض السلوكيات بقى السلوكيات الغلط بتبوظ الدنيا. فيا ريت يعني احنا من هنا يعني بنقول للناس ان يعني بنقول لنفسنا والله يعني كلنا ده مالنا كلنا، فهنحافظ عليه علشان دايما بلدنا تفضل على نفس المستوى اللي هي بتطمح ليه. ربنا يا رب ان شاء الله يحفظ مصر دايما يا رب.